لو فتحنا نوت باد انا مش عارف انتوا بتسمعوا عن سيستم الترمينالز ولا لا. في ديفيد سولمان ومارك زيرفيتش اللي كتبوا الكتاب دوت كانوا عاملين ويب سايت، كانوا عاملين شركه اسمها سيستم الترمينالز. الشركه دي بعد كده مايكروسوفت اشترتها، ومارك زيرفيتش بقى تيك انترفيرو في مايكروسوفت وعملوا تولز ممتازه ممتازه. مارك زيرفيتش كان كاتب تولز ممتازه للبيك سيستم. ما فيش ويندوز ديفلوبر تقريبا ما بيستخدمش التولز ديت سام واي اور انذر عشان يديفلوب الويندوز. مفيده جدا. احد اهم البروس الابلكيشنز المهمه بروكمان بروس اكسبلورر. بروس اكسبلورر هو التاسك مانجر الادفانس شويه، ادفانس كتير صح. ده بروس اكسبلورر شايفين ان عندنا بروس بتاعتنا، بروس اي دي، كل بروس بيبقى ليها اي دي، ايدنتيفيكيشن نمبر بتاعها، واخد قد ايه من السي بي يو، والديسكربشن هي بتعمل ايه. لو فتحنا كده نوت باد دبل كليك عليه هيجيلك انفورميشن عن النوت باد. لو فتحنا ثريدز هنلاقي نوت باد ما عندوش ثريد واحد بس، يعني نوت باد حاليا شغال على ثريد واحد بس. لو جيت النهارده خدت نوت باد قلت مثلا فايل اوبن الثريدز دي حقيقه مش معظمها في كيرنل مود، مش عارف ادخل في ديتيلز قوي، بس دوت هيوريكم الثريدز المختلفه اللي النوت باد بيرنها. لو هنشوف ان هو مفيش ولا واحد فيهم غير هو النوت باد اكس واحد بس، عشان كده لو فتحت نوت باد تاني وجيت ارن احاول امسك اللي وراه مش هعرف، هو ثريد واحد بس الرننج دوت واللي وراه. ليه عندنا مالتيبل ثريدز؟ ايه الفايده من ان انت يبقى عندك ابلكيشن ليه مالتيبل ثريدز؟ اول حاجه طبعا الكفر البرفورمانس ريسبونسفنس بتاعت اليوزر. لو عندي ثريدز مثلا مش عاوز البروسس بتاعتي كلها ترن على ثريد واحد بس، ويجي اليوزر يرن حاجه والثريد بتاعك يكون في فلو بيعمل حاجه ثانيه. دي بتقلل في الريسبونسفنس لليوزر بتاعك. ان انت تعمل كذا حاجه في نفس الوقت طبعا. انا ممكن اعمل حاجه في الباك جراوند، اندكس حاجه في الباك جراوند، في نفس الوقت بعمل حاجه لليوزر مش بس بشوف مثلا بروجرس بول قدامي. سؤال اللي بيطرح نفسه، لو عندي سنجل ثريد بروسس، سنجل ثريد بروسس يعني بروسس ما فيهاش ثريد واحد بس، وجيت رنها على مالتي بروسس مالتي بروسيسور بي سي، هتفرق لو عندك كام بروسس؟ لو عندي بالظبط بالظبط، لان انا انت ما تنساش ان الاوبريتنج سيستم بيسكادول على حسب الثريدز بتاعتك. فانت لو عندك ثريد واحد بس شغال على بروسس على بروسس واحد بس ماشي، في مشكله. لكن الحقيقه الاوبريتنج سيستم بيرن ثريدز كتير جدا، فانت لو عندك ثريد واحد بس معنى كده ان هو يشيل الثريد بتاعك من على البروسيسور ويشغل واحد تاني. لو عندك اكتر من مالتي، لو عندك مالتيبل بروسيسور التشانس ان السيرت بتاعك يقدر يشتغل على السيرت دوت واحد تاني والسيرت تاني يشتغل على السيرت تاني هتبقى اعلى، فمعنى كده ان السيرت بتاعك هيشتغل اكتر. عشان كده البرفورمانس هيزيد عن سنجل سيرت بروس. طب البروسيس احنا كده ان هو البروسيس فيها رمله، الرمله دي كانت عباره عن ايه؟ ده الادرس سبيس بتاع البروسيس. كل بروسيس ادرس سبيس، كل بروسيس ليها ادرس سبيس، ليها داتا وليها الفاريبلز بتاعتها وليها الحاجات اللي بتشوفها. الثريد ما يقدرش يخرج براها زي ما قلنا. ادرس سبيس ده قد ايه؟ فروم اكس 86 اللي هو ال 32 بت ابلكيشن لو عملته ماس ليها هتطلع 2.62 هتطلع 4 جيجا ادرس سبيس. الاوبريتنج سيستم بياخد منها 2 جيجا لنفسه.
يعني اي بروسس بترن اخرها 4 جيجا منهم 2 للبريك سيستم، التو التانيين للبروسس نفسها. ساعات في حاجه اسمها بروسس ادرس اكستنشن. On x86 systems عشان الـ 32-bit ساعات ما يبقاش كفاية، في حاجة اسمها بروس اكسس اكستنشن بتخلي الادرس بتاعي الـ 32-bit 36-bit، ويدي لليوزر مود 3 جيجا في ادرس سبيس مش 2 جيجا، ويدي للبريك سيستم 1 جيجا بس. طيب السيستم والكرنل اركتكتشر ده جزء تاني من السلايدز بتاعتي. احنا كده خلصنا الانتروداكشن، هنبدا في السيستم والكرنل اركتكتشر. هنتكلم عن ثلاث حاجات في السيستم والكرنل اركتكتشر. هنتكلم عن السيستم ستراكشر، الستراكشر بتاع السيستم بتاعنا عامل ازاي، اللاي اوت ازاي، ايه فوق ايه وايه تحت ايه وايه اليوزر مود وايه الكرنل مود. هنتكلم عن الكرنل مود كومبوننتس بعد كده عشان هو دوت قلب الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم هو الكرنل مود، هو اللي بيرن كل حاجه، هو الكرنل مود هو الاساس. بعدين هنتكلم بقى عن سيستم بروسيس، اهم البروسيس اللي عندنا في السيستم. الاوبريتنج سيستم الويندوز ايه اهم البروسيس اللي بترن عندي. ده سمبليفايد ويندوز اركتكتشر. هو شكله يمكن يخض في الاول بس هو سهل جدا. الابلكيشنز عندي اول اللي هي فوق خالص. الابلكيشنز اللي بتكلم عليها حاجات كتير. عندي حاجه اسمها سب سيستم سيرفرز. كان احد الحاجات اللي لما الاوبريتنج سيستم ويندوز نزلوه ان كانوا عاوزين ياكدوا ان هو يرن بوزكس اللي هو الانترفيس بتاع اللينكس وسوري اليونكس والاو اس 2. فعملوا حاجه اسمها سب سيستم سيرفرز، هي دي الانترفيس للديفولت الانترنال ويندوز اي بي ايز. فعملنا حاجه اسمها سيستم سب سيرفرز. عندنا دي ال الز الكرنل سيستم دي ال ال ده احد اهم الويندوز لايبرز اللي موجودين عندنا. ده اللي فيه معظم اتليست فايل سيستم اي بي ايز. السيرفيسز منهم حاجات كريتيكال سيرفيس، في سيرفيس لو انا قفلتها الويندوز هيكراش. واللوجن اللي هو بعض الباينريز مش عاوز ادخل في تفاصيل قوي دلوقتي برضه لان بعد كده هنشرح بالظبط ايه هو اهم البروسيس ديت. عندي ما بين اليوزر مود والكرنل مود باينري اسمه ntdll.dll. اللايبرري دوت هو اللي بيمانج اليوزر مود والكرنل مود، هو اللي بيمانج العالم اللي فوق الابلكيشنز كلها باللي تحت. مفيش حاجه بتروح من اليوزر مود للكرنل مود غير لما تعدي على ntdll. بما فيهم ال اهم الويندوز اي بي اللايبرري زي كرنل 62. كرنل 62 اساسا بيتكلم ntdll اللي بعد كده بيمانج للي تحت. لاحظوا نوت ان في خط بيفصل ما بين يوزر مود والكرنل مود، وهشرح على طول دلوقتي ايه الفرق بين يوزر مود والكرنل مود، ايه هم اليوزر مود والكرنل مود. اول ليه في الكرنل مود عندي الانتاس اكسكيوتيف. انتاس اختصار انتي اوبريتنج سيستم. انتاس والانتاس كرنل لاير الاثنين دول في باينري واحد. باينري واحد بس اسمه انتي كرنل دوت اي اكس اي. وهو ده الكرنل بتاعنا. ده اللي فيه اكسكيوتيف وده اللي فيه الكرنل لاير. عندي بعد كده ديفايس درايفرز، وهشرح ايه هي الديفايس درايفر بالظبط. اي ديفايس درايفر، معظم الديفايس درايفرز بترن في الكرنل مود. عندي هال الهاردوير ابستراكشن لاير، ودوت فايده الهال انه بيفصل ما بين الهاردوير سبيسيفيك اركتكتشر واللي فوقيه والكرنل. ما تخليش الكرنل يفكر قوي في ان يعمل ديفايس درايفرز مثلا للباص. انا مش عايز كوميونيكيشن بين الباص، انا اعتمد عليها في الاوبريتنج سيستم. عشان كده عملنا الهال. الهال في اكشلي حاجه اسمها هال ديفلوبمنت كيت بيدوها للفندرز، ومايكروسوفت بتديها للفندرز بالفندرز لايسنس، بحيث ان اي فندر عاوز يعمل ديفلوبمنت كيت ممكن يعمل الهال بتاعته. وتحت كده طبعا الهاردوير بتاعه، فيلم الهاردوير بتاعه. حاجه كمان احنا اتكلمنا ان هو في البروسيس ان كل بروسيس هي ادرس سبيس بتاعها، مفيش بروسيس تقدر تتعدى الادرس سبيس بتاع البروسيس الثانيه. الحقيقه مش كده في كل مود. في كل مود الادرس سبيس واحده، كل الناس تقدر تاكسس اي حاجة.